السؤال كيف أتغلب على عصبيتي في كل كلمة بخصوص هذا الموضوع الذي يوتر حياتي من مشاهدي سلسلة. عصبيتك دي هتضيع علاقتك مع الناس، يعني اقعد فكر كم واحد فقدته، صديق فقدته وزميل فقدته بسبب عصبيتك. حاول انك انت تكون محترف في الفاظك لما تكون عصب. مش كل لفظ تقول، انتقي الالفاظ اللي ما تكونش جارحة وتتعب الناس. واعرف ان عصبيتك تدل على ضعفك مش على قوة. الانسان العصبي انسان ضعيف، لو كان قوي كان يقدر يسيطر على اعصابه.